ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقة جديدة. وشقة النهاردة زي ما بيقولوا كده، عريس وعروسة عاملين عظمة في بيتهم، حلوة جدا جدا، من اجمل تفاصيل الشقق المصرية اللي قدمتها على قناة. حاجات كتيرة جدا عجباني في الشقة دي، دعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب الشقة. اللهم بارك، ربنا يسعدهم ويسعد كل الناس اللي في الدنيا يا رب، اللهم امين. بصوا كده، مدخل الشقة. الشقة طبعا تصميم المكتب الهندسي الرائع ارت ديزاين، كلكم بتحبوا التصميم بتاعه، بس هنا هو تفوق على نفسه في التصميم، مودرن جدا. بصوا بقى التصميم، بصوا الانتريه وجماله، يعني ركزوا في كل تفاصيل الفيديو. باللون الاسود والاوف وايت، حتى الكوشنز مختلف، مدخل اللون الجولد، وطبعا عامل من تحت السلس باللون الجولد، ومدخل كمان في الكوشنز نفس التفاصيل. طبعا اللوحات اللي ورا دي فحر ورسومات يدوية هاند ميد. بصوا اللوحة اللي ورا الكنبة الرئيسية، الفطير الرئيسي، بصوا جمال ارت ديزاين يا جماعة. مكتب هندسي بياخد الشقة على الطوب الأحمر، بيسلمها لك بالشكل ده. بصوا كمان الانتري متنج الكابوتيني، الرجلين بتاعته ستانلس باللون الجولد، برضو الكوشنز رهيب، حلو جدا بشكل ريشه كده. هو كمان عامل ده، عامل مزج بينهم، وحاطط هنا كمان الانتيكه الاكسسوارات اللي على الترابيزه بتاع الانتري باللون بالشجر، برسمه الشجر، ورقه الشجر. بيعجبني في ارت ديزاين دايما تصميمه للمكاتب بتاعه التلفزيون، بتبقى بالشكل الحلو قوي ده الناعم. انا مش بحب الجبسون بورد كتير في مكتب التلفزيون، بس هو بيصممه بشكل حلو جدا. بصوا بقى الجمال، بصوا السفره من هنا، السفره مزجه ما بين المودرن كلاسيك، لان بصوا اللون الخشب مع تحت حاطط مدخل الستانلس في رجلين السفره، كراسي طبعا بتاع السفره مودرن جدا. السجاد هنا شاج، هنا طبعا عامل السجاد مختلف، هنا باللون الكحلي وهناك بالبيج، على عكس دايما ارت ديزاين بيحط معظم السجاد بنفس الشكل. الاضاءة، التفاصيل بتاع النجف، الريسبشن حلو جدا جدا، واظنه كمان هتعجبكم. بارت ديزاين دي البلكونة كمان هو مقفلها ومستغلها. ارت ديزاين بيعمل رينج للتشطيب زي ما انت عاوزه بقى، اسلاك سويدي، بيعمل بيبان مصفحه، بيعمل كابلات كهرباء معينه، بيعمل وحده سيستم كامله البيت، وبيعمل كاميرات مراقبه. حسب ما انت بتختاري الرينج اللي هتشتغلي فيه، هو بيشطب لك البيت عفش، ديكور، تفاصيل، نجف، دهانات، بياخد الشقه كلها ويبدا ينفذ لك كل اللي انت عاوزاه. بصوا جمال الانتري، حلو جدا. الكوشنز عجبني جدا، مختلف ومميز، ان هو يدخل الجولد مع الكحلي مع الاوف وايت بالطريقه دي، فكره ريشه على الكوشنز، ومعاها برضو الانتيك اللي على شكل ريشه على الترابيزه بتاع الانتري. ايه الجمال ده بجد، شابو ارت ديزاين. الشقه دي يا جماعه في الرحاب، صافي الشقه 153 متر، بسم الله ما شاء الله، مساحتها حلوه، وعشان كده كمان هو مستغل كويس جدا تقسيمة المساحة. الحيطة اللي ورا الكنبة الأساسية بتعمل طبعا بس مبلغ مختلف عن التصميم العادي. في ناس بيعملوا الحيطة دي لو في مدخل البيت أو في كورنر كده، بيعملوها ملونة، بتبقى حلوة كمان للتصوير، بتاخد أكتر من لون. هو عاملها هنا طبعا أبيض لأنها خلفية كنبة كحلي وتتناسب مع الأنتريه بصفة عامة. هنا الترابيزات دي استلت في بعضها كده، بصوا بقى الجمال. الاتنين الطابلو اللي على الجنب متناسقين جدا مع التفاصيل الانتري، مع الطابلو، مع الطابلو الكبير اللي مفخور في الحيطة. بيعتمد كمان ارت ديزاين في تصاميم الطابلوهات او رسمها على الشغل الهاند ميد. الفواصل اعملها هنا بشكل حلو جدا بالرسومات الملونه اللي حضراتكم شايفينها دي. هنا بقى المطبخ، كمان مساحه المطبخ حلوه، المطبخ طبعا متقفل للاخر.
لون اللون الأسود ومدخل فيه تفاصيل بسيطة باللون الخشبي. بصوا جمال المطبخ وجمال الوانه، المطبخ نفسه باللون الاسود لكن طبعا السيراميك والاضاءه فاتحه فمفيش اي مشكله. دي الطرقه اللي بتودي لاوض النوم والحمام، يبقى كده ريسبشن في 2 انتري وفي السفره وفي اطلاله للبلكونه. هنا الحمام في الوش، ده حمام على الجنب، وفي حمام تاني اصغر. بصوا هنا لون الحمام حلو قوي قوي باللون الجراي ومفتح في الحوض والقعدة والبانيو، فطبعا حلو جدا جدا اختياره لالوان السيراميك بتاع الحمام. بلاش بقى نعمل جراي وبعدين نعمل البانيو والتفاصيل غامقة، لا يعني الحمام كمان لما يكون فاتح بيبقى افضل كتير عن الغامق، لان دايما لو عملت البانيو غامق او القعدة او بتحس جايبة جار حتى في التنظيف. بصوا جمال التفاصيل. مساحة الحمام حلوة وهو مستغلها ومقسمها كويس جدا. نيجي بقى ندخل هنا كده في الطرقة. بصوا دي أوضة الأطفال، بصوا الجمال بقى بتاع أوضة الأطفال. الجبسن بورد عامل مقسم بيه مكتبة، ظهر السرير مش كبير. بصوا فكرة القلم اللي جنب ظهر السرير دي حلوة جدا، الورق الحائط متناسق جدا مع ألوان الستارة والبرقع. بصوا جمال الجبسون بورد هنا برضو عامل فكرة القلم في الدولاب نفسها، طبعا ضلفة بس فكرة القلم فكرة حلوة مختلفة، حلوة قوي أوضة الأطفال. فيها روح الاطفال بس ما تحسهاش ان فيها الجو بتاع الدباديب وروسبكت راحيطة، لا هي فيها جو الاطفال بس بشكل راقي كمان. شايفين بقى جمال الاوضه وتفاصيلها، اللهم بارك. شابوه ارت ديزاين على التصميم الشقه دي، وشابوه لاصحاب الشقه على طبعا هم طبعا بقى دايما ارت ديزاين بيصمم بالاتفاق مع كمان العميل والعميله. بصوا هنا كمان عاملين هنا اهو كورنر انتري برضو كابودني، قاعدة تلفزيون. في ركن منفصل، في ناس كتير في الدول العربية بتعمل الأوضة دي مثلا لو في البيت في ضيوف حريم أو ستات مع بعضهم بيقعدوا في كورنر، حتى لو في ضيوف تانية رجالة. أو بصوا هنا ده زي ليفينج كده بتقعدوا فيه كلكم العيلة كلها بتتلم. بصوا ألوانه كمان مبهجة، الإضاءة التفاصيل. ايه الجمال ده بجد. هندخل هنا على الأوضة الماستر، هو طبعا مش عامل حاجة مشجرة، يدوبك بس مفرش سرير، وطبعا الستاير سيمبل جري سادة مع اوف وايت. برضو السرير متنجد لكن بشكل طور، وعامل اضاءة خلفية للسرير واضاءة في الجبسون بورد. الأوضة مودرن برضو كلاسيك، يعني نيو مودرن زي ما بيقولوا، أو كلاسيك مودرن، مزج ما بين طبعا اللون الخشب ده مع التنجيد أعطيها الشكل المودرن، فهي مزجة ما بين الاتنين. في ناس عاملة عاوز تعمل الخشب بتاع في
الاحساس بالمودرن لكن متمسكين بالجزء الكلاسيكي. فالاوضه دي مزجه ما بين اتنين، لايكاتكم بقى القمر، اللي ينسى يحط لايك انزل تحت يحط لايك، والاول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا وتستفيدوا بقى من الافكار والديكورات والشقق الجميله اللي بنقدمها. استنى رايكم في الكومنتات. لحظات كتير للشقة القمر دي، والعروسة والعريس اللهم بارك، ربنا يبارك لهم ويسعد أصحاب الشقة اللهم أمين. حتة إن موجود زرع في البيت ده بتبقى حاجة حلوة جدا، سواء كان طبيعي أو صناعي. هنا ده الحمام تاني أهو، بصوا جمال ألوان الحمام ده حلوة قوي مع الإضاءة. ده الحمام مرتبط بأوضة النوم الماستر. ارت ديزاين ان شاء الله هسيب لكم لينك الصفحه بتاعتهم في اول تعليق مثبت، او هو لو انت كتبتي على الفيسبوك ارت ديزاين بيظهر معاكي. لو عاوزين اللينك اكتبوا لي في الكومنتات، هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت. يا رب ان شاء الله فيديو النهارده يكون الاعجاب حضراتكم وتكونوا استفدتوا منه وخدتوا منه لو فكره. مستنى رايكم في الكومنتات ولايكاتكم القمر اللي ان شاء الله ترفع الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. يبصوا الطرقه كمان فيه هنا اضاءه وفي الحجر ده فبيدي شكل حلو جدا. من اي من الحاجات الجميله المميزه لاي شقه ان دايما في ان الريسبشن او الليفينج يفصلوا دايما طرقه تفصل الاوض او الخصوصيه بتاع الاوض عن الريسبشن زي الشكل اللي هم مصممينه ده. بصوا بقى جمال السفره والنيش. الريسبشن كله حلو جدا.